واحد السيد تقاعد من العمل ديالو، وراجل كان رجل ناشط وراجل تيقول لي كيما تيقولوا، راجل تيبغي يخدم واخا تقاعد ما قالش شي. دار واحد تيلي بوتيك، بدا تيبيع فيها لي كارت بورطابلات، ودار واحد تليفون فيكس برا تيستعملوه الناس، ودار واحد نصبانه. الرجل ولا ميسور ولا لاباس عليه في واحد الحي شعبي، ولكن سامرش مزيان. كان داك الوقيت يلاه ديما راهو التيلي بوتيك، ويلاه ديما راهو التليفونات بورطابل ولي كارت ديال التليفون ديال الروشارج، وغادي مزيان. هو عنده بنت وولد ومزوج، مرته تتعاونوا في المصبانة تتهبط، عنده الخدامة ديال المصبانة اللي خدامين، مي مرته مقابلة المصبانة، هو مقابل التيلي بوتيك. واحد ولدو تيقرا، هذاك ولدو تيقرا البرنامج ديالو محصور في القراية والسبورت، يمشي لاصال لاصال لاصال. واحد بنت خرجت من القراية ومردوش ليها البال، مردوش ليها البال، أي ما هبطوهاش تخدم في التيلي بوتيك، ما هبطوهاش تخدم في المصبانة، خلاوها ما بين هادي وهادي. ولقات حريتها مع والدها مشغولين، ولقات حريتها وها هي مع الصحابات، انا غدا هنا، انا جاي، انا كذا انا كذا. اللي غادي ينبهها واللي غادي يزيرها ويقول لها قلتي عاونينا، ما كاين شيء. ما تعلمت الطياب بجد كما تيقولوا الناس، ما تعلمت تشقى مزيان، ما تعلمت التجاره مع باها. وديك البنت خارجه راجعه، خارجه انا جايه انا جايه، انا مع البنت، انا مع صاحبتي، انا كذا، وهي تصاح مع واحد خينا. البنت كانوا في يديها الفلوس، تتوصل الفلوس تعطيها مرة تعطيها باها، تيتق فيها باها، تهزيه من المجر ديال التيلي بوتيك، تهزيه من المجر ديال المصبانه، وتعرفت بان عندها فليسات. تعرف معها واحد خينا، واحد الشاب، البنت كانت عندها تقريبا شي 20 عام، هو عنده 24 عام، تعرف عليها. هو غير ولد بالنكس بالإكس، والو فضي ما عندك صحاب دريات وبورطابل وكذا شي حاجة، والو. بدات يخرج هو وياها، بدات هي تتكلف، هي تخلص القهوة، هي تخلص هذا، هي تخلص كاس كروت، حيت هي عندها فلوس، هو ما عندوش، هو ما عندوش فلوس، وما عندوش، وما تخدم ما تيردم، والله تيمشط راسو تيدقاد صوب داك الشعير وصلاته على النبي. حتى واحد ما سقط الخبر العلاقة ديالو معاه، هو مشى معاه بزاف علاقة، ولا تتبغي هذيك البنت، هو بدا تيخدم هذيك الساعة. ما غدا غادي تجي، جي معاك 100 درهم باغيها تجيبها لي، غدا غتجي، جي معاك واحد 50 درهم، يمشيو للباتيسري، يمشيو للقهوة، هي تتخلص، هي بنت راجل ميسور، عنده تيلي بوتيك وعنده مصبانة ولوطريطي، والآخر واحد عائلة فقيرة بساكن الله يحسن العوان، ما عنده شيء، ولكن لقات ديك البنت فيها كل شيء. واحد النهار كان جا الصيف، وبدا تيهضر هو وياها، وقال ليها كون كنا عندنا الفلوس نمشيو ندوزو شي اسبوع في الشمال. مشاو الدراري، مشى فلان مع فلانه، مشى فلان مع فلانه، اصديباني لقينا شي داركم نمشيو نتبحروا ونمشيو كذا. هي ما خمات العقبه ديال داك الشيء، ما خمات الغياب اللي غتغيب اسبوع معاه، او ما ودني هو من ناحيه عيط ودني هانيه، مشيتها 50 اسبوع، ما خمات شيء. وقالت لي انا غادي ندبر. اشنو دبرات؟ مشات لواحد الخاتم ديال امها ديال الذهب، تيدير 800 الف فرنك، 800 الف فرنك باش شراتو امها. جابتو للصاحب ديالها اللي هضرنا عليه، شد داك الخاتم، مشى باعو، باعو لواحد الذهبي، وهي معاها، هي معاه، قال لي راه ديالها، ورا الريسيبو طاح لينا وكذا وكذا. الاخر تا هو بان ليه الدراري بنيه نقيه وداك الشيء، قال لي يمكن ديالها، وارتكب جريمة ديال شراء مسروق، شرا من عندهم شحال؟ 60 ألف ريال، 3000 درهم، من 800 ألف فرنك 60 ألف ريال، 500 ألف فرنك طارت. مشاو شدوا ديك 3000 درهم وشدوا الطريق،
وزد لك المايو ديالها وزدوها كذا، اما الله والشمال مشاو تما دبروا في واحد في الناس وبداو تيتسالوا تما في البحر وتيجري وكذا وكذا. صار العسل قبل وقته، وبديك الليالي وبديك الاسبوع افتض بكرتها، جات معه عازبه وجات معه تيب. والناس تعرفوا الفصحى راهم تعرفوا معنى التيب ومعنى العازبه. البنت تكون عازبه لما تدوز لواحد المرحله اخرى، باش نقول ولات امراه ولات تيب. وجابها لدارهم، لما جابها لدارهم فيك انت ما فيك انت كنت مع صحاباتي وصحاباتي مشاو رحله، ما تخرجش انا نخرج في رحله، انا غمزيرني انا غمكتفيني انا غكذا انا كذا. الاب تيغوت، الام تطفي شويه العافيه، ولا قولها لينا قولها لينا ونصيفطوك. مشيتي مع صحاباتك مع مشيتي مع الزهره مع فلانه مع فلانه، قولها لينا يكون كذا كذا. ولكن باها ما تسطرش ليه، حيت الام بعض المرات تدفع البنت واخا تكون حامل، حامل تقاد تدفع عليها وتخبيها. شحال من دفعت عليها امها وهي حامل ووسط الدار تدور كسوه فضفاضه باش ما يعرفوهاش، وتتذكر مع امها وتتمشي وتتولد وتولدوها مساق الابلغ يقد يعرفها راه دخلت للكلينيك، وتقول لي البنت راه طاحت لنا البارح في الليل شدت لنا في التنفس خاصها تبقى عندنا هنايا وهي راه عندها حمل. هنا ما تيكونش التفاهم ما بين الاب والام على الاولاد، ما تيعاودوش البعضيات مع الاولاد، خص ما تكونش واحد السريه ما بين الاب والام على اولادهم، ما تكونش. نهضر مع الراجل على الولد، لقيت عنده رشته البارح راه كذا راه كذا، عطيه كاميرا عطيه تكون، ماشي يبقى يقول لك الهضره ديال العاميه وديال الاميه. انا ري با سق الاخبار قتلها اختي، ما قدرتش نقولها لبا با ما نقولهاش لي يذبحها، لا سق خبر يذبحها، اش غايذبح؟ ما شتو الذبيحه غا خدامه ذبح 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 ذبح، الناس راه فاقت من القلبه اليوم اش غايذبح؟ قد يضربها يقد كذا وكذا، تيقول باها واعر لا خوتها واعرين خوتها كذا كذا، وتيبقاو ساترين جريمه تتكون ضحيتها هذيك البنت ولا ذاك الولد. وهذا الشيء اش وقع؟ باها ما بغاش تسترط ليه، هو يدي عند الطبيب، ادى عند الطبيب لقاوها تيب، لقاوها ماشي عزبه. قالوا لها شكون؟ قال لها شكون؟ قالت لهم فلان. مشاو باها امها ومشاو عند ذاك المسخوط ودخلوا عنده مع عائلته وقال له ولدكم داروا 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 دار، خلي عندهم تا هما الحل. قال له سيدي شوف الا دار لي هذا الشيء واعترف ها هو تسمع فيكم هذا هو والديه، يتزوج بها يدير بكاته يتزوج بها صافي يتزوج بها. الام ديالها قالت لي ايه يتزوج بها، وباها تا كلام خو قال لي واخا سيدي الا كان الحلال يتزوج بها بالحلال، اما الولد ما عنده ما يديروا فيه غيديو يديو الحبس يديو يخرج يديو كذا كذا يتزوج بها يتزوج بها تزوج بها، ما عنده دار ما عنده خدمه ما عنده حتى حاجه يتزوج بها، وما يديرهم كاريط وما يجوجهم بها صافي. نقول سو واحد النهار عند السيد المتقاعد، جاو عائلته جاو هما داروا دجاج ثلاثه في الماعون ولا اربعه في الماعون، ايوا اريوا الماس اري كوكا، ومجلسين هي حداه اصلا صدام رسول الله وصافي وتسمى جواز. ومن سالاو ديك الحفيله اللي داروا مشى لدارهم هو دابا غيديها مشى لدارهم وبقى هو عايش في دارهم وهي عايشه في دارهم وتيجي بعض المرات يديها لدارهم، بعض المرات تيتعشى معاهم وتيبات عندهم هما في الدار، ولكن شي دار عندهم بجوج ما كايناش شي بيسكارين وعايشين فيه بجوج ما كاينش، هي في دارهم وفي دارهم، ومراته خارجه معاه ومراته جايه معاه. صلاته على النبي، امها ولات تعطيها من تحتها لان الناس تقول راه ما خدامش. وباها ما طاحش عليه فكره يقول لها اجي قابل لي هاد النصبانه هنايا، ولا قابل تيلي بوتيك يشوف لي شي بريكول تيتسنى وغيخدم غيخدم حقا راه بنت عمو ديك فاطمه راه دارت معها باش غادي ان شاء الله تصيفط لي الكونترا من اسبانيا، دابا راه صور الباسبور خصو غا باش كذا كذا بحال هاد الهضورات الخاويه اللي تنسمعهم بعد العائلات، راه ان شاء الله الا بغى الله راه غادي يدخل واحد الشركه بحال هذا. بقاو تيتسنى ويخدم، والبنت تعطيه فلوس من تحتها باش يقوي الرو باش يدير باش يدير باش يدير، هو غادي لحالته الدنيا هانيه. وترى واحد المره ويجلس هو وياها
بالله سمعين نقول لك واحد القضيه، خصنا نديرو مستقبلنا، خصنا نديرو مستقبلنا، خصنا نكريو ونديرو شي دار نديرو فيها شي حوايج ونديرو الكوزينه ونريحو. واش تبقيتي في داركم ولا في دارنا؟ قالت لي واش كيفاش غنديرو؟ قال لها دبرينا على شي فلوس من داركم. شوف راه الفلوس راه هذا دبري. ده هو وياها واحد الخطه، الخطه شنو فيها؟ تسرق الفلوس من دارهم، تسرق الفلوس وريها الطريقه كيفاش تسرق الفلوس، وبان ما غتبانش هي الشفاره هي اللي دات. اشنو دارت؟ شنو وراها؟ شنو اتفقوا عليه؟ شافت واحد الشميكير تما، واحد القاصير، واحد الشبكه تيدور في الدرب، عارف عليه تيتسخر دوك موالين القرقوبي ويتسخر لهذا ويتسخر كذا، واللي بغى يمشي شي قرعه الشرب يمشي يتسخر ليه غير تيتلوط. عيطت عليه وقالت لي شوف قول لي ديك الكينه ديال القرقوبي شحال تتباع؟ قال لها 10 دراهم الحبه. قالت ليه ندور معك تجيب لي شي 15 حبه. قال لها ايه. عطاتو 15000 فرانك ومشى هذاك البروش. شوف عند من مشى؟ مشى عند واحد بزناس يخربق في القرقوبي، وما جابش ليها العفو 15 حبه، جاب ليها 7 الحبات، 7 الحبات، 7 الحبات 7000 فرانك. شحال بقات عنده هو؟ 1600 درهم 80 درهم، وعطاته هو 20 درهم ولا ربح هو 100 درهم. قال لها داك السيد مشيت عنده بقى عنده غير 7. قال لي وحده تطيح بنادم، اش بغيتي انت 15؟ والمهم انا راه غيجيب مازال نجيب لك. قالت لي صافي بارك غير تمجهدين هادو. وقال لي حبه بنادم راك تشوف واحد يدير حبه كيدير في الزنقه وكذا وهذا وهذا. قالت لي وتتنعس. قالت لي عطيتيه جوج يطيح في الشارع ما ينوضش. جات لدارهم ودخلت الكوزينه وبدات تتعاون معها. حاشاكم شي حمار مات، ولات تتعاون معها من العصير اللي تيبغي بها الفريز باللبن، ماشي بالحليب، كاين الناس يديروا باللبن الفريز باللبن. وشدت ديك المولينكس ودات فيها دوك الحبات بسبعه، ودات الفريز ودات اللبن، طحنات لهم داكشي. والوقت اللي جا العشاء حطات لمها وحطات لباها وحطات ليها، هي خدات قبل ما دير الحبات وشربوا هما داكشي. بها راجل داز دوز لاروتريت، كان جندي، وكان كما تيقول هو لكن الناس نعسو خفيف اذا سمعنا موسى يفيق، كان نعسو خفيف بزاف، وكان لا سمع غير شي واحد لتحت قرقب حدا التيليبوتيك ولا حدا المسمار تيطلع من الفوق، وخا تكون حتى 4 الصباح. ولكن ديك الليله ما فاقش، ما تقعش ديك الليله، تيسخر هو ولا مراته. طاحو كاو داكشي اللي عطاتهم. ناضت هي شدت السوارت هبطات للتيليبوتيك، لان التيليبوتيك تدوز من الدار، هما ساكنين الفوق ومصبانه تدوز من الدار. جمعات لي بورتابل كاملين اللي عند بوها، جمعات لي تيلي كارت، دوك لي كارت ديال لاشارج ديال التعبئه، جمعتهم كاملين. وديك الساعات في الوقت في ديك الدروه ديال يلاه بدا لاكارت بدا التليفون بورتابل داكشي، وجمعت الفلوس اللي كاين تما عنده واحد الكوفر، جمعت ديال الفلوس اللي كاين تما. تيقول بانه عنده واحد الكوفر مخبي في الدار فوق فيه شي 15 مليون حلاته، وخدات 15 مليون داس الذهب ديال امها جمعته كامل، ما خلات شي حاجه في الدار ديال الفلوس ولا ديال الذهب ولا ديال البورتابل ولا كذا ولا كذا. والمصيبه الكحله دات حتى البورتابل ديال باها وديال امها، اف خلات غير البورتابل ديالها عندها. ومع 4 الصباح عيطت ليه وقالت لي العمليه تمت، وهبطت وجا عندها هو ومدات ليه السامسونيت، واحد السامسونيت فيها كل شيء، شد داك الشيء ومشى، سدات الباب، ردات السويت اللي كان بلاصتها ونعسات عاديه، بقات ناعسه ما فاقتش حتى فاقوهما، فاقوهما ونات صداع، قالت سرقنا ما سرقنا كذا انا ضبا فاقت، شنو عندكم شنو كاين شنو كاين؟ قال لها تسرقنا راه داو التيليبوتيك والمسبانه ودخلوا كذا. شوف كيفاش داروا، لان الدار مسدوده بالساروت، التيليبوتيك مسدوده،
والمصبانه مسدوده، والباب ديال الدار، الباب ديال الدار مسدود الساروت، ودير ليه واحد الزكروم مسدين بواحد الزكروم، ديما بوها تيدير الساروت من الداخل تيسد بالزكروم. جاو البوليس تيقلبوا، جاو الشرطيين اللي هضرتكم عليهم على بريكاد ديالهم، جاو تيقلبوا تيلاحظوا بان هاد الشفار حل بسوارت ديال الدار ودخل بسوارت ديال الدار، ومن بغى يمشي يمكن كانوا عنده سوارت اخرين سد الباب ديال الدار، ولكن دار لي ذكروه من الداخل ما يمكنش. نقولوا هاد الشفار شد السوارت ديال الدار كاملين ومشى خرج عليهم وجا حل الباب وطلع ودار هاد العمليه كامله، ومن خرج يقد يسد عاديه سد السوارت حقه قدام، ولكن دخل ديك الساقطه دارها من الداخل. هنا عرفوا تما البوليس بان الشفار كاين في الدار، هذا ماشي جا من برا. تيقول لي السي حميد قال لك الوقت اللي حنايا خدامين تنديروا المعاينه وروينا نيضه كان باها وامها جالسين على واحد فوتيت عندهم ديرها باها، تيقول لي ما كنت مهلوك اخويا تركت اخويا الدوليه ديالي، والام تديها الناس وتتقعد وقت ديال المعاينه، اي الناس كانوا مخدرين. خوها هز واحد الصك وكان خارج ويضر فيها البوس، قال لي في غادي انت؟ قال لي غادي لا صال. شوف هاد خوها حتى هو التربيه العوجه، لا هو لا اختو مكلخ دري فضيحه عنده في الدار غادي لا صال، ولا هو مشكوك فيه. قال لي جلس هنا ما مشيش لا صال. قال لي وانا ماشي شغلي فيهم، لا بغيت تسرق ودبر راسه وانا غنمشي لا صال. هذاك البوسي وشدوا ودفعوا وطيحوا. قال لي جلس الارض، جلس الارض ما تخرجش، انت اللي ما تخرجش، انت اللي بغيناك ما تخرجش، لانه اثر الشكوك شكوا فيه، انت غادي الفضيحه نايضه وغادي نمشي غادي يمشي للاصال. هنا بداو تيبحثوا معاه، الباع معاش دخلتي فيك انت كذا كذا تا 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 تا. الناس ديال التشخيص القضائي جاو بقاو تيقلبوا على البصمه، البصمات القى البصمات ديالو ديال مو ديال بواه، ولكن شي بصمه ديال البراني ما كايناش تدور في الدار. خداو لي بورتابل ديالو، قالوا الراجل البورتابل ديالك، قال ما عنديش الدوريه. المراه البورتابل ديالك، الدوريه سيدي. قالوا البنت البورتابل ديالك، قالت لي ما هو. خداو بورتابلات بجوج، داروا المعاينه ديالهم كملوها، داو معاهم الدرد والبنت والمراه للكوميساريه باش يستنطوا لهم. هما تيديروا المحاضر تلاحظوا بان الراجل ومراته مهلوكين. قال لك الراجل شوف انت شنو واش خديت شي مخدر؟ قلت له الله المسي راه ديما تخش نهزها، راه انت تشوف انت مع السبعه اليوم ما نضنا حتى 11 ونص ولا 12، كلشي صبح ناعس، شكون اللي فاق فري؟ هو داك الولد ناض ودار القهوه وهذا وهذا وتعجب بغا يفيقهم، قال خلينا ناعسين صافي على النبي. قال له خصك شوف شي طبيب، شوف شي طبيب، شوف شي طبيب، انت لا مراتك ما تخرج من عندنا من هنا. داو لي المحضر هو ومراته، قالوا لي داك الشيء اللي سرق دار الشكايه ديالو، وقال يمكن لك تمشي. بقاو مع البنت ومع الولد، الولد تيبحثوا معاه، تيبحثوا مع المحضر، لان السارق من تما، اما السارق هو الراجل، اما مرته، اما بنته، اما ولده، صافي تاكد. المهم النيابه العامه، النيابه العامه جاوبتهم بانهم عندهم حق باش يبحثوا في التليفونات، قلبوا في التليفونات، قلبوا في التليفون ديال الدري ما فيه مشكل، التليفون ديال الدري مع 9 الليل ما بقى ما هضر مع حد، ما كلم حد، اخر هضره هضر مع شي صاحبه. جابوا داك صاحبه اش هضر معاك، اش قال لك، اش قال لك، اش قال لك، بقاو الدنيا ما كاينش حاجه. بحال نقولوا بريء داك التليفون ديال داك الدري، داك الدري بريء. هضروا مع البنت كيفاش دوزتي نهارك، كيفاش كذا، كيفاش كذا، كيفاش كذا. سيدي حميدي قال سي حميد، قال لي هاد المروشه هادي حسب دوك الحواجب اللي عندها وديك الطريقه الشعر ديالها وكذا راه ما عجبتنيش. قال لي هاد التليفون ديالها غنلقاو فيه شي عجب. قال لي علاش؟ قال لي راه معيطه مع 3 الصباح ومع 3 ونص ومع 4 الصباح. سولها قال لي انت من تعيطي انت مع هاد الوقت هذا؟ قالت لي مع راجلي. هنا عاد بان لهم لان البنت صغيره ما كيصحابوهاش مجوجه، بان لهم بان عندها راجلها. شنو هضرتي مع راجلك؟ تتكلم معاه، ما عادش تتكلمي معاه، تهضر انا وياه. هاد راجلها قطعت معاه اخر مكالمه هضرت معاه هي 10 الليل، وديما راه تتهضر معاه مع 3 الصباح بدات تهضر هي وياه. هضرت حديث اول حديث ثاني حد شي 4 ولا 5 ديال 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 اتصالات مع راجلها ما بين 3 الصباح ل 4 الصباح او 4 ونص الصباح.
اش كنتي تقولي ليه؟ شنو كنت تقولي ليه؟ شنو تقولي ليه؟ قالت لهم تنقول له تهضر انا وياه. قالوا جيبوا راجلها. مشاو جابوا راجلها. هذاك راجلها دخل غير دخل تما كيما تيقول ليا دخل قال لها مالك اش عندك؟ مالك؟ قالت لها تيبحثوا معايا حيت حنا تسرقنا. كيفاش اخواتها تبحثوا معايا؟ برتي مالها شفاره قال لك هو الواد صبار بقى تيحل فمه. ولا عيطوا عليا صاحبي انا بكا غيط على مرتي هذه وجايب المراه بلا راجلها وانا كذا كذا بقى تيغوت حتى انه دخل في مشادات مع البوليس تدافع على الشرف وقال لك علاش ما تعيطوش عليا انا رجل حضر ما وانا انت كاع ما ساكن معاها انت فين ساكن انت فين تعرفوك حنا كاع ولا عيطوا عليا كما قالت ولا ما كنتيش تمشي معاهم تيجي راجلك ما كنتيش دير معاهم دار قانون راسه وبقى تيغوت قال له قص الارض على التليفون ديالك على التليفون ديالك خدمنا عند التليفون شدوه تيلقاو كتهضر معاه عزلو ديك المرة لواحد الجهة وعزلو هو لواحد الجهة تيقول شنو قالت لك ثلاثة الصباح قولينا شنو قالت لك تنهضر معاها شنو قالت لك تنهضر معاها شنو تنهضر معاها قولينا شنو تنهضر معاها تنهضرو تنهضرو على مستقبلنا تنهضرو في أشياء تتهمنا تنقول لها تنبغيك تنهضر أنا وياها قطعتي معاها في ثلاثة وبديتي هضرتي معاها 23 وقطعتي معاها وبديتي مع 4 الله ربي قطعتي معاها وبديتي مع 4 وقطعتي مع 4 ونص آخر كلاب ديالك معاها هادشي اللي كاين ايه هضرت معاها صلاه النبي هي اللي كانت تعيط لك هنايا تعيطت كلهم ديالها وانت تجاوب هي اللي كانت تهضر معاك هي اللي هي دارت كلابيل دازو لها هي دازو تجمعوا لها وهنا بدا معاها سيدي حميدي تيبحث معاها وقال لهم خلوني معاها هاد السيده هذه خلوني معاها هنايا خدا واحد المساعد يعني ما تهضرش وقال لها هذا الرجل راه قال كل شيء شتي شتي على مصيبه درتي شتي على فضيحه درتي يا مالك من صباح انت ها هو قال كل شيء وقالت لي انا قال لكم كل شيء داك الشيء راه عنده راه عطيته لي راه هو اللي داه قال هو اللي داه هذا هو اللي داه قال لكم كل شيء قال لها قالنا كل شيء هو في البيرو قال كل شيء كل شيء قالوا ديك الهضره الهضره كنتي تهضري انت وياه وقالها كلها وقالت لي المهم لا قال لكم كل شيء صافي انا نقول لكم كل شيء شنو هو كل شيء داك الشيء راه عطيته ليه اي انهم اتفقوا وهضرت معاه قالت لي من عيط عليك اجي لما نعسوا دارهم وتاكدات بانه خطفت على بوها ما ينوضش وما تحركش بوها ولا تتقرقب في الدار حتى واحد ما تينوض تاكدات بان المخدر لعب الدور ديالو وخذات واحد سامسونج جمعت فيها كاع داكشي اللي بغات تجمع وتيقول واحد سامسونج مربعه وكبيره ديال لامانيو جمعت فيها كلشي داكشي اللي دات وعيطت عليه اذا ما بين 3 و4 ونص كنت تقول فينك اجي انا صافي ساليت وقفتي في الدرج كل كي طاطا كانوا تيهضروا مشاو دخلوا عند الخينه قال فينا هي سامسونيت يلا معك مشي للدار ديالك اين سامسونيت جابو السيده دار مع المواجهه هضري معايا هضري معايا قولي لي قالت لي اللي ديتي اللي عيطت البح في اللي ديتها اش من سامسونيت ديتها بغا يدير لهم داك داك قال لي نور الدين قال لك ولا خلوه هي معاه انا ما عيطتش لك ما ديتيش كذا تيقول لها شوفي تيقول لها البوليس هذا راه بغا يجمعك في كل شيء بقى غير بوحدك هذا يمكن غير متهم راه انت السامسونج ديتها شي جا اخر غير تهمي درجه تقول لي من لا انت معايا جلسنا في القهوه دار معايا هادي وقال لي غتجيبي وقال لي غنمشيو نعيشوا وهذا وهذا وكذا 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 كيما درنا الخاتم النهار الاول هو اللي باعه هو اللي كذا هو اللي كذا السرقه بانت عاوتاني ديال الخاتم اللي كان تستر في المحضر ديال بوها بوها جا من جديد عيطوا على جدو واحد انني اصر على المتابعه ديال هذا الشخص فيما يتعلق بهذه السرقه والخاتم اللي سبق ليا سرقوه كذا وكذا 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 لو فين وصلنا السيد في الاخر نهار ما لقاني يقول قال لي مر عند دار اختي دي داكشي لدار اختي مشاو مع دار اختو مشاو مع دار اختو دقوا تيخرج ليهم راجل اختو راجل ملتحي كما تنقولوا متدين طاقيه وهذا خرج بالسلام عليكم السلام قال لي ودي اش كاين اش كاين قال لي ما ودي انا ما في راسي والو حتى حتى حاجه ما في راسي قال لي ودي راه الشيء عطاه لمراتك عطاه لختو شي سارقه عطاه لختو قال لي ما ودي راه مراتي راه عندها 9 شهور في كرشها حامل وهي كاينه ولا ما غاتولد غدا ولا بعد غدا غير باش ننبهكم قال لي وعيط عليها نهضروا معاها سولوها القضيه راه باينه خرجت المراه المراه متاحه الجيبه
دار الحجاب ديالها اللي قالت في يديها مغطي وجهها هكذا، خرجت عندهم قال لها لا كذا هذا، قالت لي دارت فوق قالت لي انا جيتي ليا انا هضرتي معايا انا جيتي ليا شي سرقه جيتي ليا شي سامسونيت. قلت لها قول لها خرج السامسونيت انا السامسونيت نشوف عندنا نبغي نسول لها الشريفه ما تدخلش راسك في حاجه بعيد عليك وتولي في شي كارثه. عطينا السامسونيت عطينا مشيو دابا اسيدي ما جابش ليا اسيدي ما جابش ليا راه انا بغيت هذا الحمل ما يدرش ليا قالت جبتهم وخرجت في عينهم والمراه اللي قاتك حلين والو نضرجها كان راجل إذا قال هو متقي الله متقي الله ما هي كانت منافقة. قال سمحوا لي نهضر مع مراتي سمحوا لي. قال ما دخلها البيت سد عليهم بقات يهضروا يهضروا طول الفوت يتسناو هو يخرج. قال له قال لهم بغيت منكم واحد القضية إذا جبت لكم هذا الشيء اللي عطات اللي دا هذا تخلونا ترانكي. قال لي حنا عطاوه ضمانات قال لي حنا إذا عطيتينا هذاك الشيء غنقولوا بأن لما جينا عندكم قلنا لكم سامسونج قلت لهم ها هي سيدي حنا ما عرفناها منين جا ما عرفنا ديالهاش ونهنيكم ما ندخلش معكم في هذا الشيء الا واحد المحضر ندير لكم هنا محضر تنقولوا بان تقدمنا عندهم والمراه جبت لنا. وهي تقول لهم خرج قالت لهم قال لي اعطيهم قالت لهم راها في السطح دخلوا بوسط السطح لقاو واحد البانيو واحد البستينيه كما تنقولوا باسينه تحت منها داك الشيء وحاط عليها شي 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 كواش وحط عليها شي حصير وحط عليها مخبيها لتحت صافي ديال هي عارفه بان اخوها سرق وان هذيك شفاره خداهم من عندها دور المحضر. هنا ما داوهاش ما اعتقلوهاش ربما شافوا من جهه ديال حتى البوليس من الانسانيه ديال المراه حامل عندها 9 شهور شافوا ديك الكلمه اللي عطاو لذاك راجلها ذاك المتدين اللي هو متدين بالصح ماشي متدين ديال اللي تنشوفوا بعض منهم هذا الحياه والطاقيه وهذا وهذا هو وما ترحمش في حين هي كانت بداك البرقع وبداك الشيء وبان فيها الدفو وبان فيها بتاع حراميات وميكوا على هذا ولا غير محضر بان اسلمكم هذاك الشيء اللي جاب خويا مشاو بحالهم حتى البوس فيهم الانسانيه ماشي مع المجرمين ولكن في شي حالات بحال هكا حنا كنا تنغمضوا عينينا تنغمضوا عينينا ودوهم وجابوا داكشي كله وعرضوا على مواليه على الضحايا على المراه والراجل وتبين بان خاص واحد دبليج واحد دبليج بوحدو اللي خاص الفلوس كلها كاينه والدب كاين واحد دبليج دي بورطابل كاين واحد دبليج هو اللي خاص هذاك الدبليج ما وصلوش ليه البنت تقول انا درتو تما الولد تقول انا ما حليتش لان البليز عندها الكود هي ستاتها بالكود والكود عندها تنطلقوا عاد تحلها لنا رجعوا ديك المراه قالت لهم انا ما حليتهاش ما عرفتش نحلها واش حلتها اللي كذب على بقرة على بيضة يكذب على بقرة ربما كذبت هذا ولكن كما قال لي البوليسي قال لي لا ديتيه الله يعطيك مشاكل في هذا الحمل اللي عندك صلاة على النبي المرأة قالت لي صافي دبليج مادة ما جاب الحمد لله الرزق ديالنا لقاو القبض البوليس مشاو القبض على القاصر اللي جاب لها المخدرات من بعد ما تبين بالفحص وذاك الراجل مشى عند الطبيب وخداو ليه الدم عينات في المختبر ديال الدم ولقاو بانه مخدر واخذ مخدرات والمراه واخذه مخدرات وهنا بحثوا معها البوليس واعترفت وقالت بانه واحد الشمكر واحد بروش ولد حومته هو اللي جاب ليها المخدرات ولقاو القبض على ذاك البروش جابوه وراهم البزناس اللي تبيع المخدرات وجابوه حتى هو ولقاو بذمته مخدرات تبيعها ولقاو عليه القبض وجابوا المخدرات ديالو وتجمعت العصابه كلها سنتين بالنسبة لتبيع المخدرات سنتين وخلوه يواجه الجمارك على الخطية 8 سنين اللي خدات البنت 8 سنين اللي خدا راجل هذاك الرويج ديال هذاك الخربة 8 سنين ديال الحبس وبا قال عمرها ما تدخل عندي عمرها ما تدخل لداري ما تدخلش لداري قال معكم ما تشوفوا هذا ما تدخل لداري مشي عند ذاك راجلها ولا تبرصوا معاه تيقول واحد السيد كان جالس معنا تما تا هو كان وتعرف ديك السيده قال لك يمكن من راه خرج هو من الحبس ولكن قال لها الله يعاونك سير باه قال لها سير دوري.